كما تعرفون مشاهدينا من البرامج الحلوة اللي قاعدين نتابعها مساء كل ثلاثاء على شاشة MBC1، برنامج كرامي اللي يهدف لتعزيز التجارب السياحية بروح سعودية. كل حلقة يا خليل بيتم التركيز على منطقة من مناطق السعودية ويتم اختيار رابح بيفوز ب100,000 ريال، وفي حلقة أمس الفائز كان يوسف الزهراني اللي حيشاركنا تجربته اليوم. مرحب يا مرحب يا هلا استاذ انس، يا مرحب يا مرحب، اهلا وسهلا، هلا 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 يا هلا. جاهزين؟ جاهزين لتجربتنا؟ اكيد جاهزين مره. يلا يا مرحب، تفضل. كنت متحمسه مره لتجربه قريه ذيعين، لكن اللي حمسني اكثر لما وصلت ويوسف اخذنا لاعلى القلعه. رهيب ما شاء الله تبارك الله، تفاصيل بسيطه قاعد اركز عليها. اللي فاز معانا اليوم لتجربه الباحه بمبلغ 100,000 ريال سعودي هو يوسف الزهراني. والله سعيد جدا صراحة اني فزت وقدمت لهذه القرية الشيء المامور. شكرا جزيلا لكل جهودكم ولتواجدكم معنا، انتم جائزتنا الحقيقية فعلا. ونبارك ليوسف الزهراني اللي فاز ب100,000. ألف ألف مبروك يوسف، منورنا ويسعد لي صباحك. يسعد صباحك. الله يبارك فيكم ويسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ غادة، أهلا وسهلا أستاذ خليل، أصب عليكم وعلى جميع السادة المشاهدين والمشاهدات. أول حاجة مبروك الفوز، وخلينا نعرف في البداية كيف كانت البداية لدخول البرنامج وكيف صار الموضوع معك؟ الله يبارك فيكم. البداية كانت شفت إعلان لكرام إنه حل لديك فكرة سياحية، قدمت في هذا البرنامج. والله ما كنت أعلم إنه فيه مسابقة وإنه فيه يعني إنه أفضل تجربة راح، حتى لو حتى يوم رحنا الرياض في الهاكثون اللي في الرياض صار، يعني كان في بالي إنه هناك شركات سياحية راح ترعى وتدعم التجربة السياحية، لكن اللي صار إنه حقيقة إنهم في كرام صقلوا تجربتنا، ساعدونا في تقديم تجربة سياحية نوعية وفق معايير السياحة العالمية، والحمد لله رجعنا وطبقنا التجربة السياحية. طيب حلو. طيب هذه التجربة السياحية اللي أنت قدمتها داخل البرنامج، حكينا عنها، كيف كانت تجربتك؟ تجربتي على ذات شقين. الشق الأول إعادة الحياة وموروثها داخل قرية ذيعين من قبل أهالي القرية أنفسهم. الشق الثاني محاكاة ذلك الموروث والانغماس في تفاصيل الحياة اليومية من قبل السائح. نبغى السائح أن يعيش التجربة بكامل حواسي الخمسة حتى يشعر بتجربة سياحية فريدة من نوعها. كيف جاتك فكرة هذه التجربة أستاذ يوسف؟ حقيقة منطقة الباحة غنية بالموروث، فيها قرى تراثية كثيرة، وكان حقيقة كنت أشوف أنه السائح هنا ما يستمتع كثير بالتجربة السياحية، يعني يبغى له أنه يعيش الحياة، يعيش الماضي، يعيش ذلك الموروث. فجتني الفكرة أنه السائح عندما يأتي مثلاً إلى مثلاً قرية ذيعين تجده مثلاً يمر مرور كرام ويتصور صورة صورتين ويذهب، لكنه لما يعيش التجربة بكامل تفاصيلها، يعيش الحياة القديمة، راح ينبسط وراح يعيش تجربة وراح ينشر تلك التجربة للعالم ويقول أنا كنت هنا وعشت هذه التجربة، راح يعيش تجربة فريدة من نوعها من هذا القبيل. طبعاً أنت تستاهل 100,000 يوسف، ونتمنى لك فيها البركة، ولكن إيش راح تسوي فيها؟ وهل خططت على 100,000؟ إيش اللي التجربة اللي حتسويها ويمكن تستند عليها على أشياء ثانية؟ بإذن الله إنه راح نعمل على تهيئة البنية التحتية للتجربة السياحية، ومن ثم إنه استخدام التقنية بشكل كبير في هذه التجربة السياحية. القرى التراثية ينقصها الكثير من التقنية، زي مثلا عملية الدخول، يعني مثلا قرية ذيعين يزورها يوميا سياح من داخل المملكة ومن خارج المملكة. نريد أن يكون عندنا مرصد عند مدخل القرية، نريد أن نجعل الواقع المعزز الافتراضي زي ما شار فريق العمل معي، أنه يكون هناك تقنية حديثة داخل هذه القرية. بعيد عن عملك اليومي، كنت تبغى دائما تسوي شيء لبلدك، فقديش حسيت بالفخر أنك عشت هذه التجارب اللي تعكس جمال المملكة يا يوسف؟ أنا والله سعيد جدا وفخور، أنا وأسرتي وفخور جدا، وأهالي قرية ذيعين سعداء وفخورين، وكلنا كفريق عمل
سعداء أنه قدمنا تجربة سياحية فريدة، نريد أن نعرف العالم على إنسان ومكان قرية ذيعين، إنسان ومكان منطقة الباحة، إنسان المملكة العربية السعودية، نريد أن نعرفهم أن هذا ماضينا وهذه حياتنا وذلك الماضي الجميل اللي كنا نعيشه. طيب إيش اللي حن يعني لو أنا وغادة مثلا زرنا القرية وأكيد حننبسط ونفتخر، إيش اللي حي يعني حنشوفه مختلف عن أي شيء ثاني؟ حتعيشوا التجربة، حتعيشوا الواقع، حتعيشوا الزمن الجميل بكامل تفاصيله، حترتدوا ملابس القديمة اللي كانوا يلبسوها أهل القرية، حتعيشوا كيف كانوا في الصباح المزارع يذهب إلى مزرعته، النساء يعدون الخبز والدقيق إعدادا وتجهيز الفطور، حتعيشوا معنا عرس يعني يقام في داخل القرية، حتحسوا تفاصيل كثيرة، حتسمعوا صوت الصفريقة اللي كان أو اللي تسمى صوت الناي، طبعا هذا صوت الناي اللي كان يستخدمه الراعي مع غنمه، حتعيشوا أشياء كثيرة. لا احنا تحمسنا كذا خلاص، بنجيك الباحة قريب يوسف. تشرفونا. الله يسعدك يا رب، شكرا لك والتوفيق يا رب في كل مسيرتك يا رب، من نجاح لنجاح يا رب إن شاء الله ويستاهل. شكرا لكم.